انا طول الشهر وانا بلبس البلوزه هذه، انا في داري كل يوم 4 مرات بتغسل، وببقى طول النهار منقوع في البحر. ما بالك انا لي شهر ما تحممتش تحميم، ما تحممتش. خيمه ادينا حق 500 شيكل خشب، وابو خالد الغول بارك الله فيه تبرع لنا ب 200 شيكل نايلون. احنا مش عايشين يا عم، احنا داري 5 طوابق في الشمالي. اليوم انا عايش على رمل، وانا مصاب في 87، عندي مفصل رايح، سكر، ضغط، رجلي انحرقت، وبدها يمكن بتر، يمكن اذا الله بيقدرنا هذا.